الأجر ومغفرتي وثواب نواصل تقديم نشرتي الثامنة. اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة توج ببيان تفاصيله نتابعها مع زميلة وهبة عمارية. شكرا محمد، تحية لكم مشاهدينا وإليكم النص الكامل. إذن لمجلس أو لاجتماع مجلس الوزراء والذي صادق وصادق على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. ويستمد هذا النص من المادة 63 من الدستور التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، وتشير إلى أن هذه الأخيرة سيحددها القانون. وفيما يتعلق بالمسؤوليات والوظائف المدنية تخص أحكام مشروع القانون رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظي بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني يشمل مشروع القانون المسؤوليات والوظائف الرئيسية ضمن الجيش الوطني الشعبي، وينص على أنه يمكن توسيع هذه الأخيرة لتشمل أي مسؤولية عسكرية يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي، ويكون تنفيذ هذه الأحكام بتقديم المعني بالأمر لتصريح شرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها. كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم الأمر رقم 2070 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية. ويهدف هذا التعديل الذي يدخل في إطار إصلاح العدالة إلى تسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين لدى الجهات القضائية، وهذا من أجل تصحيح واستبدال أو إلغاء عقود الحالة المدنية. وفي هذا الصدد سيكون بإمكان المواطن المقيم في الجزائر أو في الخارج تقديم طلب تصحيح عقود الحالة المدنية لدى أي جهة قضائية عبر التراب الوطني، بغض النظر عن مكان تحرير أو قيد عقد الحالة المدنية محل الإجراء. كما سيكون ممكنا تقديم هذه الطلبات إلكترونيا. كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنظيم الأمن والشرطة المكلفة بحركة المرور عبر الطرق. وجاء اقتراح مراجعة التشريع المنظم لأمن حركة المرور نتيجة استمرار عدد كبير من حوادث المرور بحصيلتها الثقيلة خاصة من حيث الأرواح البشرية. وبالتالي وبشأن الإجراءات الوقائية تم أساسا اقتراح تعزيز تكوين وتأهيل السائقين وبالخصوص السائقين المهنيين وتحسين المراقبة التقنية وأمن حركة المرور ووضع هيئات وطنية للوقاية والتنسيق في مجال أمن حركة المرور عبر الطرق. وفيما يتعلق بإجراءات ردع المخالفات والجنح المرتبطة بحركة المرور اقترح أساسا تشديد تصنيفات وعقوبات الجنح والمخالفات فضلا عن إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط التي تمكن من المعالجة الآنية للمخالفات. ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا النص دعا رئيس الجمهورية مصالح الأمن عبر الطرق إلى مضاعفة الجهود سيما خلال الموسم الصيفي، وهذا من أجل التطبيق الصارم للتشريع ذي الصلة بغية الحد من آفة حوادث المرور. كما دعا رئيس الجمهورية جميع السلطات المعنية إلى تعجيل تطبيق مشروع هذا القانون فور المصادقة عليه من قبل البرلمان. وعلاوة على ذلك درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي حول القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق وحالات الهلع. وجاء هذا النص لتحيين المقاييس المعمول بها في مجال الأمن والوقاية من أخطار الحريق في المقرات المختصة أو المحتضنة للجمهور وكذا في البنايات ذات الاستعمال السكني، كما يفرض التزامات على الأشخاص الماديين والمعنويين المعنيين فيما يخص مراجعة تجهيزات كشف الحرائق ومكافحتها وكذا وضع تسهيلات للإجلاء في حالة الحوادث.
من جهة أخرى يقترح مشروع القانون منح ضباط الحماية المدنية صفة أعوان الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات، كما يقترح عقوبات أكثر صرامة ضد المخالفين لأحكام هذا القانون، ويحدد في الأخير مهلة لجعل المؤسسات والعمارات مطابقة لهذا التشريع. واختتم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سانحة دراسة مشروع هذا القانون للتذكير بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة من أجل تحسين ظروف حياة المواطن والقرى في القرى إذن والمدن، بما في ذلك من خلال القضاء على الأحياء القصدرية والسكنات الهشة. وأشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أنه من غير المعقول أن نترك هذه الجهود وثمارها تذهب هباء بسبب خرق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالسكن والعمران أو بمعايير السلامة الزلزالية أو مكافحة الحرائق. ومن ثم حث رئيس الجمهورية السلطات المعنية المركزية والمحلية على ضرورة السهر على الاحترام الصارم لكافة القواعد المتعلقة بالعمران والبناء وكذا أمن والعمارات سيما ضد الحرائق والزلازل. كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتقاعد. وجاءت هذه المراجعة حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي، وهما إجراءان تم إقرارهما في التسعينات على نحو استثنائي وانتقالي، وهذا عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال. ويعزز هذا النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد ويحفظ مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين، ويأخذ في الحسبان انشغالات ممثلي العمال. وفي هذا الصدد ينص مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جونفي 2017 أساسا على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بـ60 سنة و55 سنة بالنسبة للمرأة، مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة. ثانيا، إمكانية العمل 5 سنوات إضافية بموافقة المستخدم. ثالثا، إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل الـ60 إذن بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة والتي ستحدد لاحقا عن طريق القانون. رابعا، الإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيلا عاليا غير متوفر والتي ستحدد لاحقا عن طريق القانون العمل ما بعد سن الـ60. من جهة أخرى، درس مجلس الوزراء إذن ووافق على مشروع قانون تمهيدي توجيهي حول تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة. ويعكس هذا التحيين والتشريعي الأهمية المتزايدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا من أجل تحقيق النمو في بلادنا وإنشاء مناصب شغل وتنويع الاقتصاد الوطني. وفي هذا المنظور ورد اقتراح تعزيز مكيف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما في المجالات ذات الأولوية، وكذا دعم استثمارات هذه المؤسسات في مجالات البحث والابتكار والمناولة. وسيسهل هذا النص أيضا بروز شركات ومجمعات مهنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع تطوير التنسيق بين الفروع. وأخيرا، يقترح مشروع القانون ترتيبا عموميا متجددا لمتابعة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفروعها المحلية. كما استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير المالية حول النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، هذه المقاربة التي أعد مسودتها خبراء وطنيون تمت مناقشتها من طرف الثلاثية المجتمعة شهر جوان الفارط قبل إثرائها من طرف الحكومة. ويرتكز النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على سياسة مالية متجددة قوامها تحسين عائدات الجباية العادية بشكل يسمح لها في آفاق 2019 بتغطية نفقات التسيير
وكذا نفقات والتجهيز العمومية غير القابلة للتخفيض، تقليص ملموس لعجز الخزينة في الآفاق نفسها، تعبئة موارد إضافية في السوق المالية المحلية على غرار القرض السندي الذي تم إطلاقه منذ أسابيع والتي تعكس نتائجه المرضية ثقة المشاركين في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني. وبخصوص أهداف النموذج الجديد للنمو الاقتصادي، فهي تتمثل أساسا في تحبيب إذن فيما يخص الاستثمارات العمومية تلك الموجهة للمنشآت القاعدية التي لها أثر محفز على القدرات الإنتاجية للبلاد، كما تتمثل في الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والخدمات والاقتصادية الرقمي واقتصاد المعرفة والصناعات البعضية للمحروقات والمناجم. كما يرتكز النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على استئناف إنتاج المحروقات، تحفيز إنشاء المؤسسات من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال، فتح القطاعات غير الاستراتيجية للاستثمار الخاص والعمومي وترقية الصادرات خارج المحروقات، ومن ثم يترتب عن هذا المسعى نمو اقتصادي أقوى بنسبة 3.5% سنة 2016 بنسبة 4% سنة 2017. ولدى تدخله من جديد خلال أشغال مجلس الوزراء، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية الحادة الناجمة عن انهيار عالمي لأسعار المحروقات خلال السنتين الأخيرتين، فإن الجزائر تنوي الحفاظ على حركية النمو التي طورتها طيلة السنوات الأخيرة وتعزيزها مع السهر على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية وتحسينها. وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن ذلك هو المغزى والهدف من مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا النموذج الجديد للنمو الاقتصادي التي اعتمدناها اليوم. وأكد رئيس الجمهورية أن الحكومة ستواصل إصلاح التشريع والتنظيم الاقتصاديين من أجل مرافقة التنويع الضروري للاقتصاد الوطني وتطبيق أحكام الدستور المعدل فيما يخص دور الدولة من أجل تحسين مناخ الأعمال وضبط السوق وحماية المستهلكين. كما دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المسؤولين على المستويين الوطني والمحلي إلى مضاعفة الجهود بغية إطلاع الرأي العام الوطني حول الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وكذا حول أفاقي النمو والتشغيل التي في وسع الجزائر تحقيقها على المدى المتوسط. وأكد رئيس الجمهورية أن المواطن إذا كان مطلعا أحسن سيكون أقل عرضة للخطابات العدمية ويكون مجندا أكثر للعمل والتضامن لمواجهة الظرف المالي الصعب حاليا. كما أشار الرئيس إلى أنه بالرغم من التوتر الذي تشهده العائدات العمومية في الظرف الراهن، فإن الدولة حافظت على المزايا الممنوحة للاستثمارات، وفي المقابل تنتظر البلاد من المتعاملين الاقتصاديين حركية أكبر في الاستثمار واستحداث مناصب الشغل وافتكاك حصص في الأسواق الخارجية. وبعد الإشارة إلى الميزة التي تتمتع بها بلادنا من خلال الحوار الاجتماعي، دعا رئيس الجمهورية الشركاء المعنيين وعلى رأسهم الحكومة إلى مواصلة وتوسيع التشاور لتحقيق إجماع حول الإصلاحات والتحولات الواجب القيام بها في المجال الاجتماعي، سيما وأن هذه الإصلاحات لا تمس بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني المكرسين في وطننا. كما وافق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي بين ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة ومؤسسة أطلس لأشغال الهندسة المدنية من أجل إنجاز 4400 سكن اجتماعي ببلدية مفتاح، وتبلغ قيمة هذا العقد حوالي 12 مليار دينار جزائري، في حين حددت مدة إنجازه ب 48 شهرا. كما صدق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي تخص الشطر الأول لازدواجية السكة الحديدية المنجمية بشرق البلاد بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية إنسريف
ومجمع لمؤسسات عمومية وطنية بقيادة شركة كوسيدر. ويخص هذا العقد أشغال الزواجية وعصرنة الشطر يطول بطول 177 كيلومترا من السكة الحديدية بين الوادي الكبير وتبسة وجبل العنق، وقدرت كلفة هذا المشروع ب 50 مليار دينار جزائري فاصل 6، فيما حددت مدة إنجازه ب 48 شهرا. وينتظر في آفاق 2020 أن تضمن الشبكة أو السكة الحديدية المنجمية للشرق نقل حوالي 26 مليون طن من معدن الفوسفات ومشتقاته والحديد. وسيتم تأهيل هذا الخط بالموازاة مع إنجاز استثمارات هامة في إطار الشراكة التي أبرمتها الجزائر من أجل تثمين أكبر لحقول الفوسفات شرق البلاد. وأخيرا درس مجلس الوزراء وصادق على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام عليا في الدولة. انتهى إذن بيان مجلس الوزراء. شكرا على المتابعة، عودة إليك محمد. شكرا لك وهيبة. في باقي أخبار النشرة، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظيره رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء لجمهورية كوبا راول كاسترو روز بمناسبة احتفال بلاده بيوم التمرد الوطني.